نحن الآن مع المحور الرابع الذي يتعلق بالتوازن في الحياة، فلنراجع مجدداً الخطوات الستة الأساسية للنجاح. غير نفسك، أنت قادر على التغيير نحو الأفضل بإذن الله. الحياة حلوة، أهمية التفكير الإيجابي في الحياة. خطط صح، تكلمنا هنا عن أهمية التخطيط الصحيح في الحياة وفي العمل. لا تنسى الأهم أمام المهم. يتعلق هذا المحور بأهمية التوازن في الحياة. أنت لست جزيرة، أهمية التفاعل الحيوي مع الآخرين. وأخيراً القدوة الحسنة، أهمية الاستفادة من الآخرين والإفادة منهم. عندما تعطي كل استحقاق في حياتك الشخصية والعملية ما يتطلبه من جهد ووقت، فإن فعاليتك وأثرك في الحياة يكون أقوى وأفضل. تكلمنا سابقاً عن أهمية العمل الجاد وضرورة بذل الإنسان للجهد الكافي في أداء واجباته في الحياة الاجتماعية وفي العمل. غير أن الإنسان أحياناً يسعى حثيثاً وراء أشياء معينة، ولكن العائد على وقته هو عائد قليل أو معدوم. لماذا؟ يجب أن يرتبط العمل الجاد بفهم المواضع التي يجب أن يبذل فيها ذلك الجهد. فالإنتاجية المثمرة المفيدة تنتج عن تزاوج العمل الجاد الدؤوب مع المعرفة الصائبة الذكية، بحيث ننتقل من العمل الجاد يكفي للنجاح إلى فكرة العمل الجاد الذكي ضروري للنجاح. العمل الذكي هو ذلك الذي لا ينشغل بالمهم عن الأكثر أهمية، ولا ينشغل بالأقل أهمية عن المهم. العمل الجاد المثمر هو الذي يبنى على اعتراف الإنسان بأن التزامات الحياة كثيرة، وأن نجاحه لا يعتمد فقط على العمل الجاد، بل يعتمد على الإدارة السليمة للوقت، إعطاء كل ناحية من نواحي الحياة ما تتطلبه من جهد. يشير دونالد ويتمور في كتابه المعنون كيف تنظم حياتك Organizing Your Life إلى مجالات عدة للتوازن في الحياة، اختصرتها كالتالي. أولاً، الحاجات الجسدية. هذه من الأبعاد التي يغفل عنها الكثير من الناس ولا يحسون بأهميتها. ثانياً، الحاجات العائلية. كم من العائلة تتحطم لأن أحد الأبوين أو كلاهما مشغول عن العائلة باهتمامات أخرى مهنية أو مالية أو اجتماعية. ثالثاً، الحاجات الفكرية. لا يتوقف الإنسان عن تعلم الجديد واكتساب المزيد، فالإنسان له حاجات فكرية وعقلية. رابعاً، الحاجات الاجتماعية، وهذه هي حاجات الإنسان إلى أصدقاء يمضي معهم وقت خارج نطاق دائرة العائلة الضيقة. خامساً، الحاجات المهنية، هي تلك الحاجات التي سأركز عليها هنا لأنها تتناسب مع روح هذا المساق. سادساً، الحاجات الروحية، هي تلك الحاجات التي يغذيها الإنسان عبر اعتقاده بوجود أبعاد للشخصية تتجاوز الأمور المادية والفكرية والمهنية. هذه تروى عبر تغذية الروح. من أهم صفات الإنسان الناجح هي قدرته على موازنة هذه المتطلبات المختلفة. لا ريب أن التوازن يختلف من إنسان إلى آخر، فالإنسان الذي في العشرين من العمر الذي ابتدأ تلمس طريق النجاح قد يجد أن المتطلبات المهنية هي أكثر إلحاحاً في هذه الفترة من حياته. قارن ذلك الإنسان مع آخر قد كون شخصيته المهنية وأصبح أكثر إحساساً بضرورة صرف الأوقات مع العائلة أو في خدمة المجتمع. إن تضارب الأولويات وتقديم الأقل أهمية على الأكثر أهمية هو ما يؤدي إلى عدم قدرة الإنسان على الإنتاج بفعالية في المجالين الشخصي والمهني. ستجد على منصة إدراك دولاب التوازن Balance Wheel، وهو نسخة معدلة من كتاب دونالد ويتمور الذي ذكرناه قبل قليل. يمكنك ملاحظة وجود سلم للعلامات من 1 إلى 10، بحيث تعطي نفسك تقديرات عالية 8 أو 9 أو 10 إذا كنت تعتقد بأنك تعطي هذا البعد في حياتك ما يستحقه من وقت وجهد، أو تعطي نفسك تقديرات منخفضة 2 3 4 إذا كنت تعتقد أنك لا تعطي هذا البعد في حياتك ما يستحقه من وقت وجهد. تأمل في الأشكال المختلفة التي يمكن أن تظهر لناس مختلفين. المثال الذي يظهر على الشاشة يبين دولاب التوازن لشخص يعطي الجانب المهني والفكري الكثير من جهده، ولكن على حساب الأبعاد الأخرى. تمعن بدولاب التوازن المتعلق بك. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إليك؟ ما هي التغييرات التي تود أن تجريها في حياتك بناء على هذا؟ بعد أن تقوم بتطبيق كل ما ذكرناه في هذا المساق، قم بعد 6 أشهر مثلاً بإعطاء نفسك علامة جديدة بناء على التغيير الذي أجريته في حياتك. أنصحك بطباعة هذا كبوستر تعلقه على جدار مكتبك أو في غرفتك ليشكل تذكرة مستمرة بضرورة التوازن. إذا لاحظت تغيراً إيجابياً
فهذا يعني أنك أصبحت أقرب إلى التوازن في الحياة. في القسم المقبل نناقش موضوعاً بالغ الأهمية يساعدكم في عملية التوازن، وهي الإدارة الذكية للوقت. كيف تستطيع أن تستخدم الوقت المحدود المتوفر لك بفعالية وكفاءة؟